أعزائي المشاهدين، مساء الخير. في أولى حلقات برنامجكم أستاذ في اللغة العربية. يمكن اسم البرنامج غريب شوية، أو مش غريب، هو جديد في عصرنا ده. بقينا بنشوف الأهالي بيهتموا بتعليم اللغة الإنجليزية أكتر لولادهم، كل الأطفال داخلين انترناشونال، مع إن اللغة العربية هي لغة الأم. عشان كده أولى حلقات برنامجنا هيكون معانا فيها أستاذ جمال عبد الناصر، مدرس اللغة العربية، حاصل على ماجستير في اللغة العربية ومحاضر. أهلا بحضرتك أستاذ جمال. عايزين بس كده في البداية نعرف إيه هو نظام الثانوية الجديد؟ نظام الثانوية الجديد قائم على إن هو بدأ يلغي للطلاب نظام القراءة. الطالب بيدرس في ثالثة ثانوي أو في أولى ثانوي أو ثانية ثانوي، بيدرس 6 فروع، اللي هو بيبدأ بلاغة، نحو، قراءة، نصوص، تعبير، قصة. هو هيبدأ يلغي له 3 فروع، اللي هو النصوص تمام، والقراءة، وبدأ يجيب لهم حاجة ثلاث مكانها. فروع، النصوص والقراءة، وإيه التالت؟ والقصة والقصة. بدأ يجيب لهم حاجة تانية، اللي هو نظام حاجة اسمها قراءة متحررة. مثلا أمثلة عندك في القراءة، مثلا كان السنة اللي فاتت والسنة الماضية، اللي هو الطالب ياخد درس في المدرسة زي درس القدس في ثالثة ثانوي، يحفظه، يبدأ يدخل الامتحان، يلاقي نفس الأسئلة، ويبدأ معاني ويبدأ يحل. تمام، هو السنة دي مش هيعمل كده. السنة دي مثلا أمثلة، الطالب عنده في ثالثة ثانوي 6 دروس مثلا، اللي هو أول درس مثلا إرادة التغيير. الدرس ده مثلا الكاتب مثلا معين، مثلا اللي هو زكي نجيب محمود، الكاتب ده مثلا كتب إرادة التغيير والإيه، ولكل حد ليه هدف، ويبدأ يكتب المقال بتاعه، وفي الآخر بيقول له معاني وهكذا. عايزين بس نبسط الفكرة عشان الطلاب اللي التبسيط اللي هو مثلا نبسط الفكرة هو بطريقة كده حاليا بسيطة. بدل ما كان الطالب بيكون يحفظ ويدخل الامتحان، اللي هو لا، السنة دي تبقى نظام تاني، اللي هو نظام اللي هو الطالب هيبدأ يعتمد على فهمه للدرس، الاستيعاب أكتر من استيعاب. الحفظ. تاني حاجة، هيبدأ يجيب له في الامتحان قطع من خارج المنهج خالص، كتر حل الطالب هيبدأ يخليه يحل في آخر السنة. فالقراءة المتحركة قائمة على على مش المنهج، خارج المنهج. يبدأ يجيب له مثلا قطعة قراءة مثلا عن الصناعة، عن الحضارة، عن التكنولوجيا، مع ان عارف المنهج مثلا درس على القدس. العلاقة ان هو بدأ يخرج بالطالب، اللي هو مثلا انا ماشيها للطلبة بتاعتي، اللي هو في المنهج الحديث قائم، اللي هو مبدأ لا تعطيني سمكة لكن علمني كيف اصطاد. اللي هو انا ببدأ اعلم الطالب عندي ان في حاجة اسمها علاقات بين الجمل، علاقة تعليل، علاقة نتيجة، وهكذا. يعني انا عفوا استاذ جمال، يعني انا بعلم الطالب بحيث ان لو جاله اي قطعه خارج المنهج هو يقدر يتعامل تمام معاها، كده. مش بس اللي موجود. مش موجود مثلا عندك في النصوص، مثلا امثله، الطالب عنده في نص مثلا اول نص عليه اللي هو غيبه وحنين لاحمد شوقي، مش لازم في اخر السنه يجيب له احمد شوقي، لا، ممكن يجيب له حافظ ابراهيم في حب الوطن. الطالب يبدا يذاكر ازاي؟ الطالب يبدا يذاكر النص اللي عليه بالظبط، مفيش اي مشكله، وشطاره المدرس اللي عنده في المدرسه او عنده في الدرس او بتابع حد اونلاين، كتره الحل، اللي هو يبدا يحل مثلا 50 نص متحرر مثلا عن النصوص، اللي هو النص اللي عليه ده بتاع غيبه وحنين. فلما يدخل اخر السنه فاهم مثلا تشبيه، استعارات، كنايات، يبدا يعرف مثلا الامثله، اللي هو يعرف يشرح، يبدا يعرف العلاقات بين الجمل، وهكذا. تمام، فالنظام قائم على فهم الطالب، الفهم الفهم ليس الحفظ. ليس الحفظ. تمام، انا برحب بزميلتي الاستاذه صفا. اهلا وسهلا استاذ جمال. ليه دايما اللغه العربيه اصعب ماده بالنسبه للطالب؟ الطالب هو شايف اللغه العربيه صعبه، لان عنده النحو كبعبع، البلاغه، مش لا، شايف وكمان الموضوع. دايما، يعني دايما بدون قطع كلام حضرتك، هو لو طالب جايب 100% يعني في النظام حتى القديم لازم ينقص نص درجة في التعبير، دي أساسي كل لا، وفي الطلاب حتى النحو، المتفوقة الدكاترة. وكمان في النحو برضه، يعني النحو كذلك الموضوع بينقص الطالب، لأن الطالب بيبقى عنده تخوف دايما مش من غالبا، الإعراب. هي أستاذة نجوان قالت في التعبير بالذات، فعلا في التعبير، ليه لأن بقى؟ بتبقى قائمة مثلا على حاجات، مثلا الطالب لو جاب 79.5 بتبقى مثلا على همزة يبدأ مثلا ينزله، بتبقى حاجات مثلا تكات بسيطة ممكن الطالب يقول مش غلط فيها، بس ممكن فصل حاجات بسيطة يبدأ ينزل الطالب عليها يعني هو في اسلوب الكتابه، مش في مجمل الموضوع، انه مش في شامل أسلوب. مثلا ان هو مثلا اداني موضوع تعبير عن كذا فانا كتبته، بس هو لا، يعني هو بيكون في ما الكتابة، اقتنعش بيه. لأن الطالب عنده في النحو في ثالثة ثانوي مثلا
في اول وحده اللي هو همزه القطع، همزه الوصل، يعني اشياء متعلقه بالاعراب، بالاعراب، بالنحو يعني. فتبقى اخطاء بسيطه يعني. يعني لو الطالب مذاكر نحو كويس هيقدر يكتب تعبير كويس. هو السنه دي بفضل الله انا معي 5 طلاب جايبين 8 من 80 في النظام الحديث؟ لا النظام الحديث لسه اول سنه السنه دي، لسه هيطبق على دفعه 2021. طب حضرتك ممكن ازاي ان انت تدرب الطالب في النظام الحديث؟ بكل بسهوله، عندك طالب ثالثه ثانوي السنه دي، اغلبيه الطلبه اللي سواء اونلاين كنت بتعامل معاهم عندك داخل في البلاغه، هو خد في اولى ثانوي. عفوا استاذ جمال الاذان، بس هنطلع فاصل ونرجع على طول نكمل السؤال بتاعنا. ورجعنا لكم تاني في برنامجكم استاذ في اللغه العربيه، ومعانا ضيفنا اللي منورنا ومشرفنا استاذ جمال. اتفضلي استاذه صفا. ونرجع تاني مع استاذ جمال، واتفضل يجيب على السؤال ازاي الطالب يتدرب على النظام الحديث. اولا الطالب في النظام الحديث كطالب ثالثه ثانوي، انا حاليا هخاطب طالب ثالثه ثانوي. تمام. طالب ثالثه ثانوي حاليا دخل اولى وثانيه، في اولى ثانوي كان نظام تجريبي اللي هو بيجربوا عليه فمش اتاسس، فكان عنده في اولى ثانوي حاجه في البلاغه مثلا، نمسك فرع فرع مثلا زي البلاغه. كان تمام. عنده في البلاغه مثلا في سنه اولى ترم اول تشبيه واستعاره، ترم ثاني دخل كنايه ومجاز. فعندك مثلا امثله علم البيان. علم البيان الطالب مش اتاسس فيه خالص. دخل ثانيه ثانوي علم البديع وعلم المعاني مش اتاسس فيه. فطالب ثالثه ثانوي حاليا اول حاجه مثلا احنا في بدايه شهر 9، فلازم تمام. مثلا يبدا يتاسس في الحاجات اللي خدها قبل كده. تمام. لان عندك فرع زي البلاغه، كتير من الطلبه مثلا تكلمهم ان ذاكر البلاغه، يقول البلاغه مين؟ ده البلاغه عندها ايه؟ عليها 6 درجات. 6 درجات يعني مش عاوزهم. بس يعني خلينا في العربي الطالب. يعني احنا العربي عليه 8 درجه. انا اقول له لا، ده البلاغه عليها 25 درجه. لان عندك 20 درجه نصوص، والنصوص مبنى عليها البلاغه. لان بيجيب لك في النصوص يقول لك مثلا هات لي صوره بيانيه، صوره خياليه وهكذا. هو استاذ جمال انا بحس ان اللغه العربيه شبكه. شبكه. متصله. فعلا شبكه. ما ينفعش تذاكر حاجه وما تذاكرش الحاجه. هي اللغه العربيه يعني مكونه من اقسام كتير جدا. ما من فروع اللي هو فرع البلاغه اول حاجه مثلا، وانا شايف من يعني من الفروع اللي لازم الطالب يتاسس فيها. طلبه كتير تقول النحو، انا شايف النحو بكل سهوله وكل بساطه لو الطالب اتاسس فيه صح. طيب طالب بالثانويه الازهريه دلوقتي عنده فروع مقسمه نحو وصرف وبلاغه ونصوص. انا شغال صراحه ثانويه عامه، فالثانويه الازهريه برضو كلمحه سريعه، الثانويه الازهريه قائمه على التطبيق حفظ قواعد. تمام. لكن الثانويه العامه قائمه على فهم. فهم وبعد كده تطبيق. ده استاذ جمال في النظام الحديث فقط ولا في النظام؟ لا الازهريه ما فيش نظام حديث. لا الثانويه العامه العاديه مش الازهريه قائمه على الحفظ في النظام اللي هو لسه هيتطبق السنه دي النظام ولا الحديث؟ النظام الحديث قائم على الفهم، الفهم والابداع. لكن القديم كان حفظ زي الازهريه يعتبر. كان 70% حفظ و30% فهم. حاليا يعتبر مثلا نقول مثلا 60% فهم و40% ايه حفظ. استاذ جمال هو انت ليه حضرتك اول ما اتكلمت عن الثالثه ثانوي بالخصوص؟ يعني ليه اولى ثانوي؟ فين طلبه الجامعات؟ انا برضو بدرس الجامعات برضو، فانا بدرس كليه اداب قسم اللغه العربيه وكليه لغه عربيه ازهر. تمام. في الزجاجيك يعني بفضل الله اللي هو نبدا مع الطالب خطوه خطوه اللي هو ازاي يفهم النحو، لان انا بتعامل مع طالب الجامعه ان هو مش طالب اللي هو هيخلص كليه، لا بتعامل معاه كهو مدرس بعد سنه او سنتين اللي هو هيقف يشرح للطلبه، يكون مدرس في مدرسه وهكذا. هو معظم الطلاب عندهم مشكله اللي هي مشكله الحفظ. فعشان دايما تلاقي الطالب ضعيف في العربي. العربي مش قائم على الحفظ، العربي قائم على الفهم والابداع، هو ممكن اساسا يبدا يحفظ. انا مع حضرتك تمام، بس انا بقول لحضرتك ان العربي ماده مبنيه على الفهم. فمعظم الطلبه بتحب الحفظ عن الفهم، فازاي يعالج الموضوع ده؟ يحاول يعني ممكن سؤال تاني؟ يعني ازاي حضرتك الطالب يعالج موضوع الحفظ بالفهم؟ يعني ازاي اللغه العربيه تبقى بسيطه بالنسبه له زي اي لغه تانية؟ هو دايما الطالب المصري عنده عقده في اللغه العربيه مع ان دي اللغه الام. كطالب ثانوي احنا حاليا بنخاطب طلبه الثانوي. تمام. فالطالب الثانوي علشان حاجه زي كده يبدا يتاسس في فرعين، اول فرع اللي هو البلاغه والنحو،
ويبدا مبنيين عليهم باقي الفروع بتوع اللغه العربيه اللي هي التعبير يقرا. عندك مثلا امثله، اسالي طالب في ثالثه ثانوي حاليا، اخر انت قرات كم كتاب في حياتك؟ ولا كتاب طبعا، ولا كتاب في حياتك، هو يا دوبك الوقت اللي بنذاكر فيه يعني. لا، فاساسا الطالب في الثانوي داخل ثانوي، انا صراحه حاليا طالب اولى ثانوي بخاطبهم، الطالب اللي مش داخل الثانويه الحديثه وناوي ان هو يذاكر، لان بيستنزف جيوب اهله، بيستنزف تعب وضغط اعصاب، ويبدا في الاخر ايه، يدخل مش يذاكر. فالطالب اللي مش داخل على الثانويه الحديثه ناوي ان هو يذاكر ويجتهد، بلاش منه يدخل، ممكن يدخل مثلا دبلوم صنايع، دبلوم تجاره، افضل طب له. هل نظام الثانويه الحديثه بيعتمد على اللي فات ولا لا؟ ولا ممكن يبتدي من جديد، ياسس نفسه من جديد، ولا يعني بقى اللي ما كانش بيذاكر وكان بيحفظ ده خلاص ضاع؟ كهو ممكن لو طالب في ثالثه ثانوي يبدا يلم نفسه خلال شهر، خلال شهر ممكن يلم مثلا البلاغه، يلم النحو قبل بدايه الدراسه، قبل العام الدراسي. قبل العام الدراسي. هو مثلا النحو لو اتاسس، انا عامل على القناه عندي على اليوتيوب، نبدا ننزل مثلا. حضرتك بقى متميز في الحته دي، ان حضرتك متميز عن باقي المحاضرين او المدرسين في الحته دي، فانا عايزه بقى حضرتك كده لايف على الهواء يعني تدينا صوره سريعه، عندنا سبوره في الاستوديو، تدينا صوره سريعه عن كيفيه يعني شرحك او تبسيطك للمعلومه لطالب الثانويه او طالب الكليه في اللغه العربيه. تمام، انا ممكن مثلا ابدا اشرح لك مثلا جزئيه اللي هي الاولى ثانوي، ثانيه ثانوي، ثالثه ثانوي بطريقه بسيطه كده. تمام. تمام، يعني حاجه تفيد الطلاب في جميع المراحل الثانويه وتكون مرحلة بسيطة وتفيدنا احنا كمان المشاهدين. تمام، اتفضل. يعني مثلا امثلة، في اعطيكم مثلا قاعدتين. اول قاعدة اللي بديها الطلبة مش موجودة في اي كتاب، هي استنباطية شوية، اللي هي حاجة اسمها حروف ناهيكة. ده بقى من النحو. ده فرع النحو. فرع النحو. تمام. انا مش هقول للطالب مثلا حاليا ان هو الطالب يبدا ايه، اللي هو يحفظ اللي هي الضمائر كذا وكذا وكذا، لا. انت ممكن اساسا تلعب لعبه اللي هي الفكره في ايه، خريطه ذهنيه. كلمه طب هو ناهيكا ديت، المصطلح ده يا استاذ غريب شويه على الطالب، الاسم نفسه غريب على ما انا الطالب. ابدا اشرحها لك واوضحها لك وابسطها لك. طيب اوكي. عندك مثلا الناء، وحاجه اسمها الهاء، وحاجه اسمها الياء، وحاجه اسمها الكاف. بتسال طلبه كتير اساسا الضمائر مثلا في محل نصب في اللغه العربيه، يبدا يقول لك الضمائر كتير، مع ان هم في اربعه بس في اللغه العربيه. طيب. اللي هو ايه، ناء، هاء، ياء، كاف. طيب. اللي هو جمعهم في حروف ايه، ناهيكا. تمام. اعطيك خمس قواعد وبديها للطلبه كده، بحيث في الاخر تبقى النحو زي ما الاستاذه جوان قالت، اللي هو شبكه. قال لك مثلا الحروف ديت لو اتصلت بالحروف النسخه، يعني مثلا الامثله ايه هي الحروف النسخه، ابدا اشرحها لك. مثلا امثله بناخد مثلا شجره بسيطه برضه للنواسخ. عندك النواسخ في اللغه العربيه، النواسخ ديت قسمين، الطالب بياخدها في اولى ثانوي وثانيه ثانوي، بس بناخدها بكل بساطه حاليا ومرجع لبتوع الثالثه ثانوي. تمام. عندك النواسخ ديت في حاجه اسمها حروف، والحروف ديت ايه، قسمين، وفي حاجه اسمها افعال، والافعال برضو ايه، قسمين. اللي هي الحروف النسخه، اللي هي ان واخواتها، اللي هي ان وكان ولكن وليت ولعل. حضرتك بتقسم الموضوع وبترتبه بحيث ان المعلومات ما تدخلش عند الطالب في بعض. طالب يبقى الطالب قسم واخدها بشجره كده بسيطه كده، يعني إيه؟ لو حافظ الشجره دي او ثبتت في ذهنه خلاص هو كده. انا ماشي بمبدا ان النحو 50% حفظ و 50% فهم. 50% فهم. تمام. 50% الحفظ ان هو يعرف ايه اخوات ايه، ان وايه، ان واخواتها. ويعرف القواعد بتاعتها. طب وبالنسبه للاعراب مبني على الحفظ اكتر ولا مبني على الفهم؟ لا، احنا قلنا 50% ايه، حفظ، و 50% فهم. تمام. الاعراب ايه في ال 50% ايه، في الفهم. تمام. فعندي مثلا قلنا ان اخواتها اللي هي ان وكان ولكن ولعيتا، فاحنا عندنا اول قاعده هنا، اول قاعده قال لك مثلا انه، تمام. الهاء هنا تعرب ايه، بقول لك في الامتحان، ولازم السؤال اللي جه في الامتحان سؤال مهم لطلبة الثانوية، لازم درس الضمائر ده لازم سؤال في الامتحان. وأعطيك سؤال حاليا يجي ازاي في الامتحان آخر السنة. تمام. يقول لك مثلا أمثلة، إيه إعراب الضمير هنا؟ بتقول الضمير ضمير مبني في محل نصب اسم إن. فإذا في قاعدة بتقول لك إن حروف ناهيكا لو اتصلت بإن وأخواتها اللي هي أن وكأن ولكن وليت ولعل، تكون ضمير مبني في محل نصب اسم إن. فاقول لك مثلا ايه، لكنه، استاذ صفا يلا فين الضمير هنا؟ قال لك الضمير هنا اللي هو ايه؟ لكن الهاء.
ممكن اقول لك ايه؟ ان انا. ان حرف ناسخ، والناء ضمير مبني في محل نصب اسم ايه؟ اسم ان. اقول لك مثلا الامثله، انك الضمير فين؟ اللي هو الايه؟ الكاف. دي اول قاعده معانا، اللي هو حروف ناهيكه اذا اتصلت بالحروف الايه؟ الناسخه. تاني قاعده معانا بقول لك، حروف ناهيكه ديت برضو اذا اتصلت بالفعل، زي فعل مثلا ايه؟ اكرم مثلا. اقول لك اكرمك، فين اساسا الضمير هنا؟ الكاف. الكاف في محل نصب. طيب النوع الثاني اللي هو الحروف حضرتك مقسمها فرعين، الفرع الثاني بقى ايه؟ اللي هو ده نرجع للنواسخ يعني. اللي هو كيف. عندك ان ايه؟ ان واخواتها، ولا ايه؟ لا النافيه للجنس. في برضه لها قواعد اللي هي بتكون مبنيه وبتكون منصوبه، فالطالب برضه لازم يعرف المبني منها والايه والمنصوب، لان والمنصوب ممكن كده شجر. طب بالنسبه للافعال؟ الافعال اللي هي كان واخواتها، وكان واخواتها برضه ال50% في الحفظ اللي هو الطالب لازم على يعرف فكرة فيه. يا أستاذ جمال، ممكن المشاهدين يقولوا مثلا احنا قاعدين في درس أو في، بس هم ناسين ان اللغة العربية مش بس للطالب، اللغة العربية بتعلمنا ازاي نقرأ القرآن بشكل صحيح. تمام. القرآن اللي احنا يعني فاكرينه بنقرأه زي الكتاب ده ده مثلا. أصول. تمام. يعني مثلا الواحد بيقرأ قرآن يبدأ يتدبر، لأن مثلا لما تقول لواحد مثلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، تمام. فتقول لواحد مثلا الله هنا مفعول به والعلماء ايه؟ فاعل. فهنا اساسا ازاي في تقديم وايه؟ وتاخير. وتأخير. والحاجات دي على الثانويه، وهيبدا برضه في النظام الحديث يبدا يلعب على الحاجات زي كده، ان أنا الطالب قصدي إنه ممكن برضو شخص كبير أو ست كبيرة يعني ربة منزل تتعلم النحو عشان تعرف تقرأ تمام. القرآن بالنسبه بصورة لو ست صحيحة. منزل بتتفرج علينا مثلا حاليا، حروف ناهيكه مثلا في القران مثلا، اللي في ايه في القران بتقول ايه؟ انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. وسؤال أتوقع يجي للطلبة بتاعة الثانوية العامة، يقول له مثلا قام ضمير في هذه الإيه؟ الآية. إنهم، إحنا قلنا إيه؟ حروفنا هيك لو اتصلت بإيه؟ بإن وأخواتها، فهنا الهاء حضرتك ضمير. دلوقتي قلت سؤال تتوقع يجي، حضرتك بتبقى عارف نظام أسئلة الامتحان مع إنه يعني نظام جديد؟ بفضل الله احنا معي كتيم، كمعي الدكتور بنوب، الدكتور باشمهندس كمال، معي كتيم تيم فريقين. فريق شغالين بقالنا 6 شهور نوضع في أسئلة. بفضل الله حاليا الفترة اللي جاية نعمل مجلة هتبدأ تنزل نص مجلة؟ لا شهرية ده احنا لازم نتكلم عن المجلة دي. بإذن طيب الله، هي اتفضل هتبقى نصف حضرتك. شهرية بإذن الله، تنزل في أول شهر و15 في الشهر. هتبدأ تنزل كل شهر 1000 سؤال عن المنهج الحديث. احنا شغالين بقالنا 6 شهور، يعني بنجهز الأسئلة وبنحط تمام، المنهج عشان الطالب يبقى داخل بإذن الله. مستريح. الطالب خطوة خطوة نكون ماشيين معاه إن شاء الله. تمام، اتفضل أستاذ جمال معانا. أستاذ جمال، ينفع الطالب يكتفي بشرح الأونلاين فقط؟ هو كحاليا في غلق السناتر، يعني هو يعني في صعوبه، في صعوبه لان في طلبه مثلا اللي هو مش طالب متاسس في الضعيف، النحو، الضعيف مش متاسس في النحو ولا متاسس في البلاغه، لو كمان في الطالب اللي هو الطالب اصلا اللي هو ما بيقدرش يستقبل اونلاين، وفي برضه في حاجات اساسيات يعني لازم ما يكون بيقدرش في يستقبل تفاعل. اونلاين كنت يعني مش موجود، ولا هو لا ما بيستوعبش يا استاذ؟ في طالب ما بيقدرش يستوعب من خلال الشاشه نفسها، يعني لازم مدرس يشرح متعود قدامه. على على السبوره البورد وال هو التعليم قائم على التفاعل بين المعلم والطالب، يعني بيبدا في تفاعل، مثلا دي كذا، طب الاسم نعرفه ازاي، طب الفعل نعرفه ازاي، طب الحرف، طب في حاجات مثلا اسماء هو عاوز حد يتابع معاه. يتابع معاه. وفي طالب كمان خلال شرح حضرتك بيحب يسال كتير ويعمل حوار، يعني بيحب يفهم. حوار ما نظام بين الاونلاين الطالب ده، ما هو النظام الاونلاين بيعدم حاجه زي كده خالص، يعني الا بقى في نظام اونلاين اللي هو مثلا اللي احنا شغالين عليه، اللي هو 5 طلاب اقصى عدد، نشتغل على برنامج زوم مثلا، وخمس طلاب، ويبقى في اساسا ايه؟ احتكاك وسؤال، والطالب يسال ومداخلات وهكذا. لكن اللي هو يسمع على اليوتيوب وكده، لها ميزه كويسه ان الطالب ممكن يسمع الدرس كذا مره. بس في ممكن طلب يستخدم الاثنين مع بعض، يعني هو لو استخدم الاثنين مع بعض كويس،
بس في طالب اللي هو عاوز حد يتابعه، حد يلزمه اللي هو يعمل الحاجة ديت. عفوا استاذ جمال، عفوا صفا، معانا اتصال تليفوني. استاذ علاء. الو، الو، اتفضل استاذ علاء. بقول لو سمحت استاذ جمال بس. اتفضل سامعك. الو، اتفضل استاذ جمال سامعك. معلش توطي صوت التلفزيون بس تسمعنا من التليفون. بس نعرف اسم المجرور نجيبه ازاي وكده. اسم المجرور؟ يعني اسم، اسم المجرور. هو حضرتك طالب في الثانوية؟ ايوه، بدرس سنة في ثالثة ثانوي ولسه داخل ثالث سنة. حضرتك النظام الجديد يعني. ايوه تمام. انا مش عارفين حاجة ومفيش دراسة ولا في دروس ولا في أي حاجة. بس انت شكل حضرتك يعني متعقد من اسم المجرور، سألت عليه على طول كده في الأول. ما فيش، انا مش عارف حاجة في النحو خالص 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 ان شاء الله. يعني انا عمال متابع الحلقة كده. هو رقم استاذ جمال هننزله على الشاشة وكان حضرتك تتواصل معاه، وهو بيقول بيبشرنا ان في مجلة لسه هنتكلم عليها دلوقتي ونشوف حكاية المجلة. شكرا. اتفضل استاذ جمال. انا لو طالب في ثالثة ثانوي ضعيف جدا في الإعراب، ايه الحل؟ الحل اللي هو يبدا يعمل مثلا لاما حاليا الساعات قافله، فممكن نشوف مثلا شروحات على اليوتيوب. باذن الله الفتره اللي جايه من هننزل اثنين وخميس فيديوهات اللي هي تاسيس في النحو، اساسيات نحويه، فممكن يتابعها. ثانيا الطالب لازم يبدا يفرق بين الكلمه والكلام. اساسا معلومات مغلوطه في كتاب الوزاره، يقول لك مثلا الكلمه مثلا جمله اسميه وجمله فعليه، الكلام اسمه فعل وحرف. لا، فالطالب لازم يتاسس اول حاجه كده. طب احنا دلوقتي عايزين بصوره عمليه عشان المشاهد اللي يتفرج علينا البسيط او المشاهد اللي فاهم، ما هو في طالب بيبقى فاهم وفي طالب زي اللي اتصل بينا هو مش فاهم اي حاجه وداخل ثالثه ثانوي ونظام جديد بقى يعني هيضيع. تمام. يعمل ايه؟ يعني حضرتك كده اتكلمنا بصوره سريعه، قلت لي مجله وشوقتني ان انا اعرف ايه بقى المجله دي وهتفيد ازاي الطلاب. المجلة دي وايه محتوياتها؟ تمام. اول محتوى ليها اللي هو هتبدا اللي هو مراجعه، اول عدد هيكون مراجعه على الايه، على اللي فات كله. هي بتنزل كل قد ايه بس؟ ان شاء الله تنزل مرتين في الشهر. مرتين في الشهر يعني كل 15 يوم باذن الله. محتوياتها بقى ايه؟ المحتوى بتاعها اول حاجه هتبقى اللي هو جزء النحو، هنبدا نشرح جزء في النحو كنصف ايه، عليهم 7 وحدات هما، اللي هو هنبدا نشرح الوحده مثلا على المجله مرتين. دي في ثالثه ثانوي فقط؟ هي حاليا تبقى ثالثه ثانوي ان شاء الله. هنبدا الفترات اللي جايه، كاشكر الدكتور ابانوب اللي هو قائم على التصميم والشغل معانا، انتوا تيم مع بعض، تيم مع بعض، القائد بتاعنا الدكتور ابانوب. بحب اشكره يعني. حاليا بيشتغل على ثانيه ثانوي، يعني انا مثلا خلصنا الماتيريال يعني بتاعت ثالثه ثانوي. يعني في مثلا ستصدر مجلة قريبا لثانية ثانوي وبعدها ان شاء الله اولى ثانوي. إن شاء الله يعني الثلاث مراحل خلال السنة دي باذن الله، يعني بتاعت ثانية ثانوي اولى ثانوي هتبقى على شهر 12 تمام. باذن الله. رجع لنا بقى محتوى المجلة. مثلا امثلة جزء زي النحو، هنبدا في الاساسات النحوية كاول عدد، ويبدا يمسك خطوة الف خطوة. به نحو يعني الف به نحو. والالف باء نحو دول هيكون عليهم اسئلة، هيكون مثلا امثلة عليهم 300 سؤال اللي هو على النظام الحديث. يعني زي تدريب عنه. تدريب على النظام الحديث بالظبط، ونفس الاسئله اللي هي بتيجي في النظام الحديث، ومش بنسيب نقطه يعني اي حاجه في ايه النظام او اي سؤال ممكن يخطر على ايه على بال الطالب. ديت اول عدد هيكون ايه في اساسات نحو. عفوا استاذ جمال، معانا اتصال تليفوني ونرجع لحضرتك. الو. الو، ايوه السلام عليكم. نتعرف بحضرتك. احمد عزت. اتفضل استاذ احمد. انا بجد يعني مبسوط ان من الحلقه المفيده جدا، ومش عارف اشكركم ازاي بصراحه، لان احنا كلنا كشباب او كناس بتشتغل او بتدرس وبتتخرج وبتنزل سوق العمل بتهتم باللغه الاجنبيه، فانا اول مره يعني احس ان اللغه العربيه مهمه جدا. شكرا استاذ جمال، فبشكره جدا وبشكركم على الحلقه الجميله وعلى حضراتكم. شكرا لحضرتك. وكنت عايز الاتصال اتقطع، هو كان عايز يسال سؤال. الاتصال اتقطع، اتفضل يا استاذ جمال. فحاليا في النحو في القراءه مثلا نظام القراءه الحديث اللي هو المتحرر، هنبدا ننزل كل عدد ان شاء الله 10 قطع قراءه متحرره ان شاء الله زيها بالظبط، هيجي اخر السنه
بنبدأ المجلة بيكون في متابعة ليها، بياخد معها كود، الكود ده يعني في تواصل، يقدر يتواصل معنا بكل سهولة، نبدأ ننزل له إجابات. لا عاوز انا ما فهمتش، انا مثلا عن نفسي انا ما حضرتك، فهمتش. مثلا هي حاليا المجلة متقسمة دلوقتي جزء نحو، جزء تمام، نحو، جزء قراءة، يعني شاملة جميع أقسام اللغة العربية، أقسام اللغة قراءة، العربية، نحو، نصوص، تمام، تمام على نظام الثانوية العامة الحديث بإذن الله، لطالب الثالثة ثانوي. تمام. إيه بقى الكود ده؟ الكود ده ده عشان أولاً، المجلة دي بتعلم من أول ألف ب، يعني لو واحد زي أستاذ علاء كده ما اتصل، هو مش فاهم حاجة في اللي فاته كله من سنين عمره، وراهب المرحلة اللي داخل عليها، فالمجلة دي هتفيده. بإذن الله. الكود ده بقى إيه؟ حضرتك مثلا أمثلة عشان برضو كإحنا تيم، وبرضو كإحنا المجلة هتتباع اللي هتبقى بسعر رمزي، تمام. فحضرتك مثلا بيكون لك كود، الكود ده أبدأ أعرف الأستاذ مثلا نجوان اشترت المجلة، ما ينفعش مثلا اتنين يكلمونا بنفس الكود، ما ينفعش اتنين، يعني إيه؟ يعني انا لو طالب، انا طالب واخدت المجله من عند حضرتك، بتديني معاها كود، انا مثلا الكود ده هستفاد منه بايه؟ مثلا سؤال ما عرفتوش وعايزه حضرتك تشرحه لي، بتصل بيك، بتواصل معاك، بتتواصلي ولا معانا ايه؟ بالكود ده. استاذ جمال، ينفع اكتفي بشرح المجله بتاعت حضرتك فقط، ولا في كتب تانية حضرتك بترجحها ان الطالب يذاكر منها؟ بإذن الله لو الطالب تابعنا على أونلاين ومع المجلة، بإذن الله من 80 في العربي بإذن الله، لأن شغالين عليها، وبإذن الله خلال السنة هيكون فيها أكتر من 50,000 سؤال على النظام الحديث، لأن النظام الحديث الامتحان بتاعه موضوعي اللي هو اختيار من متعدد، فبإذن الله ما الطالب يحل أكتر من 50,000 سؤال اللي هو كم كبير يعني، فبإذن الله من 80 في العربي بإذن الله. طب تمام. الطالب اللي عند حضرتك ازاي بيكون مميز عن خلف اي طالب يعني ما حضرش لحضرتك؟ يعني ايه اللي بيميز الطالب اللي بيجي عند حضرتك او بيشتري المجلة عن اي طالب تاني داخل ال ما هو المجلة أول عدد ليها، لكن في السنوات اللي فاتت يعني ايه المميزات كده؟ يعني هنقولها كده بشكل بسيط، ايه المميزات اللي بتميز حضرتك عن اي المتابعة، محاضر اخر؟ يعني المتابعة، وأنا مؤمن بكلمة مفيش طالب خايب مثلا، مفيش طالب اللي هو، لا في طالب اللي هو مدرس كرهه في المادة، في مثلا طالب مثلا يجي مثلا ممتاز اللي هو تأسس في النحو، وطالب جميل. مش تأسس، أنا مش عندي وقت مثلا، ممكن من حد من التيم اللي معي يبدأ يشرح له يعني الأساسيات، ممكن حضرتك بتوفره بوفر معانا للطالب. اتصال تليفوني. السلام عليكم. الو، نتعرف السلام عليكم. بحضرتك. عليكم السلام ورحمة الله، اتفضل. عماد محمد. عماد محمد، اتفضل ايوه كنت اتفضل. عايز، والله انا سعيد يعني بالبرنامج بتاع استاذ جمال، كنت عايز بس اتعرف. اتفضل استاذ جميل، كمل. فبنبدأ ناخد الطالب خطوة خطوة يعني، وإن شاء الله بنوصل بيه لدرجة كويسة. طالب ممتاز يعني، في حاجة اسمها فروق فردية، كأي طالب درس لغة عربية أو أي طالب في كلية التربية بيدرس حاجة اسمها فروق فردية. في طالب، كلية التربية، هو حضرتك بتدرس كمان للكليات ال أنا بعطي كورسات للكليات لكن أنا مدرس في مدرسة. يعني حضرتك متخصص أكتر ثانوية عامة، لكن ولكن لا، شغل التخصص أكتر كليات، كلية لغة كليات عربية، أكتر. كلية لغة عربية أزهر، وكلية آداب جامعة الزجاجية. أستاذ طيب، جمال، ممكن تدينا فكرة النظام الأونلاين ليه أكيد مميزات وليه عيوب، إيه المميزات وإيه العيوب؟ كمميزاته ان هو بيوفر على الطالب وقت كبير، يعني مثلا كان في نظام يعني قبل كده طالب السنتر وهكذا، الطالب ممكن يضيع ساعة رايح درس وساعة جاي من الدرس، ممكن توضح شوية؟ يعني مثلا الطالب ممكن يضيع عشان درس ساعة، ممكن يضيع 3 ساعات، ده في فعلا. النظام اللي هو السنتر وهكذا. لكن في النظام الاونلاين هو الطالب وقت ما يحب ياخد الدرس هيبدأ يسمع الفيديو، او بقى مواعيده بس انا عن نفسي مش برجح اونلاين صراحة، أنا كمؤمن إن التعلم قائم على التفاعل والاحتكاك، احتكاك بين معلم وطالب. يعني حضرتك بالمجلة دي لما الطالب اشتريها بالسعر، هي سعرها الرمزي، انا باكد على المشاهدين ان سعر المجله رمزي جدا في هيكون متناول من 10 الجميع، ل 15 جنيه يعني، اللي هو ومش شرط ان الطالب بس هو اللي يستفيد بالمجله، ممكن احنا معانا صور المجله هتنزل على الشاشه دلوقتي، دي بعض الأسئلة. معانا اتصال تليفوني. تقريبا الاتصال اتقطع. طب ممكن تشرح لنا كده الصور بتاعت المجلة تنزل على الشاشة؟ دي كذي جزء يعني مثلا
10% من المجلة مش المجلة كاملة. هي كم صفحة تقريبا يعني؟ كل عدد هيكون مثلا في حدود 20 صفحة، من 15 إلى 20 صفحة اللي هي نصف شهرية. هي بتبقى إيه متجزئة، شغالين على القصة، عندك فرع القصة على 10 درجات آخر السنة، والطالب في ثالثة ثانوي في عرض نص درجة. فهنبدأ نلعب على حاجتين في القصة، القصة كالسنة اللي فاتت قبلها تانية ثانوي اللي هو جاب له شخصيات في التعبير، يبدأ يتكلم عن شخصيات. يعني مثلا طالب أولى ثانوي يبدأ مثلا يجيب له شخصيات ويقول لك تحدث عنها، فده نظام التعبير، فيبقى ربطت القصة بالتعبير. كتوقع السنة دي ولسه ما فيش أي أساسا حاجة توضح يعني إيه الوزارة اتكلمت بيها، بس أنا أتوقع السنة دي إن هو ممكن يلعب على الطالب القصة بتاعة تالتة ثانوي عن طه حسين، فأكيد أنتوا خدتوها في تالتة ثانوي فاكرينها، كان طه حسين وبتاخدوا 22 فصل. المشكلة في النظام القديم إن إحنا كنا بنحفظ فإحنا مش فاكرين أي حاجة من اللي فات للأسف. فأنا أتوقع اللي هو يجيبها السنة دي طه حسين القصة بتاعته يجيبها متحرك برضه زي القراءة وهكذا. فاحنا في المجلة هنلعب على محورين في القصة. عايزين بقى الفكرة برضو تاني بصورة سريعة عشان الناس تعرف، احنا هناخد جزء نحو، نبتدي في النحو من اول نقطة في النحو. الجزء التاني العشر يعني حضرتك بتقول 15 صفحة، قسمهم ليه كده؟ يعني مثلا النحو مثلا هيكون مثلا 4 صفحات مع جزء اللي هو خطة ذهنية بسيطة للدرس اللي ايه اللي هيبدأ يحل عليه. تمام. بعد كده تاني خطوة البلاغة. تمام. في تكات بسيطة في البلاغة هنبدأ نوضحها ونظهرها مع الكتاب، أكيد أي طالب معه كتب خارجية فبيبدأ أحط له التكات في الإيه؟ في المجلة. في حاجات في عند الطلبة ويلعب فيها السنة دي في منهج ثالثة ثانوي مما لا يعد تشبيها. أي طالب عنده تشبيه محمد كالأسد تشبيه، ممكن يقول له في الامتحان آخر السنة محمد يتشابه مع زيد في الشجاعة، لا يعد تشبيها. يعني حاجات كده انا تكات بسيطه اللي هي من بين السطور واللي طالب هي ممكن ما ياخدش باله منها في في الامتحان لانه مش اتدرب عليها قبل كده ومش موجوده في الكتب. هي موجوده على استنباط. هو حاليا النظام الحديث بيقول لك انت عندك منهج ابحث وايه وابدع في براحتك. بس حضرتك عايز تاسس الطالب بطريقه صحيحه ان هو يدخل مش خايف من الامتحان مش ويكون خايف متمكن، يكون متمكن 100% ان شاء الله. تمام. استاذ جمال، هو استاذ جمال اتفضل حضرتك، ايه الفرق ما بين الصفه والتمييز؟ الصفه والتمييز هو يعني هو الفرق بين الصفه والتمييز بكل سهوله ان الصفه بتصف شخص. انا مثلا اقول لك مثلا الفتيات المهذبات، فانا وصفتكم مثلا فتيات مهذبات. الصفه اللي هي النعت. تمام. تمام تمام. النعت في القاعده بتاعته بيقولوا ليه يتبع في الاعراب الاسماء الاول نعت وتوكيد وعطف وبدل. جميل جدا. فعندك النعت اللي هو الصفه بيتبع الاسم اللي قبله في الاعراب، ممكن يكون مثلا الاسم مثلا قلت لك الفتاه المهذبات، فهنا المهذبات مرفوعه. عفوا عفوا استاذ جمال، معانا اتصال تليفوني. هو اتصال اتقطع، اتصال اتقطع. فاقول لك ايه، رايت الفتيات المهذبات، هنا المهذبات منصوبه، الصفه منصوبه. تمام كده. فاساسا الصفه قد تكون منصوبه، قد تكون مرفوعة، قد تكون مجرورة حسب الاسم اللي إيه؟ الذي يليها، فهي تتبع للإيه؟ للي قبله يعني. لكن التمييز، التمييز بيوضح مثل أمثلة، أقول لك أنا أكثر منك، أنا أكثر منك إيه؟ مالا ولا جمالا ولا علما، أنا أكثر منك إيه؟ مالا. فهنا عفوا أستاذ جمال، رجعت المكالمة تاني. ألو أستاذ أكرم. السلام عليكم. أكرم عبد الفتاح معك. أستاذ أكرم اتفضل، أهلا بحضرتك. الله يخليك يا فندم، اهلا بك حضرتك على البرنامج الجميل مع الاستاذ جمال واشكركم جميعا يعني. شكرا لحضرتك. استفسر استاذ جمال، احنا اهل الصعيد المجله دي احتفظنا يعني باي طريقه يعني، هل مع باعه الجرائد يعني ولا ايه بالظبط؟ وفي المكتبات؟ هنرد على حضرتك حالا. استاذ جمال من الصعيد، المجله ازاي حضرتك هتوصلها لنا؟ باذن الله هتكون في المكتبات الكبرى، يعني مثلا هنبدا يكون معنا مندوب في المنيا، مندوب في صغر يعني هتكون متوفره في جميع المحافظات باذن الله. كهو يبدا ياخد الرقم من يوم 15/9 باذن الله، فهي تبدا تنزل من 15/9 ل 20/9 فلحد ما توصل ايه كل يعني اخر الشهر الحالي ان شاء الله باذن الله. استاذ جمال، طبعا احنا دلوقتي البلد في ظروف صعبه، لو الدراسه فضلت واقفه ازاي ندعم الطالب في كل المواد عامه مش العربي فقط؟ انا اقدر افيدك في اللغه العربيه بس
الفروع التانية يعني. يعني حضرتك شايف الأونلاين أحسن ولا النظام القديم؟ أنا شايف الأونلاين اللي هو يتماشى مع الطالب في حين مفيش يعني هو أساساً إيه أضعف الإيمان اللي هو الطالب يمشي بيه، مفيش إيه مفيش دروس، مفيش سناتر، مفيش مدرسة، فلازم يلزق. وعندك دفعة كورونا اللي هي قعدوا من شهر 3 لحد 21/6 لحد لما امتحن، الفترة دي كلها من غير دروس من غير أي حاجة، كان في طلبة كتير تعتمد على الإيه على الأونلاين. تمام، بس حضرتك بتتكلم ان الاونلاين كويس انه بالنسبه للفتره اللي احنا فيها، بس احنا بنتكلم لطالب تحديد مصيره، يعني ثالثه ثانوي دي تحديد مصير لكثير من الناس، يعني اللي دخل طب وحلم حياته يدخل طب وحصلت الظروف دي في البلد وطبعا على كل البلاد مش على مصر فقط، ف يعني لو اتظلم، يعني انت شايف ان حضرتك النظام ده فيه ظلم ولا هو ممكن الطالب يحقق اللي كان بيحققه بالورقه والقلم زي ما كان متعود يقدر يحققه اونلاين؟ النظام فيه ظلم اللي هو لو تم زي ما هو كده ماشي، ان حضرتك يبقى لك امتحان واستاذ فعلا مع امتحان كذا الامتحان، لان النظام الحديث بيقول كل دفعه كلها امتحان في نفس الدرجه الايه نفس الدرجه. لكن دي حاجه اول مره اعرفها، يعني هم عايزين كل طالب يعني مثلا يبقى في امتحان مثلا من 9 ل 11 و11 لواحده، الامتحانك مختلف عن الثاني بس في نفس المستوى. ده السنه الجديده، دي السنه الجديده، دي مشكله. وده اتطبق فعلا؟ لسه هيتطبق يعني كديت اخر كلام اللي هو ايه سيادة الوزير الدكتور، يعني مجرد مناقشات ولا هو فعلا هو الوزير ان شاء الله يوم الثلاثاء هيبدا يوضح حاجه زي كده وهيرسم الهيكل للسنه كامله ان شاء الله، بس اخر كلام اللي هو هيكون في اوقات متفرقه للايه للامتحان. بالنسبه للاونلاين لازم الطالب يتفاعل مع مدرس او يكون متابع مع مدرس. تمام استاذ جميل، احنا عايزين نوضح فكرة اللي هي في النظام الجديد، ايه فكرة المتحرر من النصوص والقراءة دي اللي احنا سمعناها؟ يعني زي ما قلت لحضرتك ان هو قائم على تدريب الطالب، تدريب الطالب عندك مثلا امثلة بكل، اديك مثال بسيط خالص، اقول لك مثلا يروي الفلاح الارض، يعني يروي هنا معنى ايه؟ يعني يسقي. يقول لك مثلا يروي الاب قصة الى اولاده، هنا يعني ايه؟ يعني الاب يحكي قصة لايه؟ لاولاده. فيروي هنا لها معنيان، فممكن الكلمة الواحدة لها معنيان. فالطالب يبدأ يتدرب ازاي؟ الطالب بيبدأ يتدرب على القراءة الكتير في المنهج بتاعه مع الحل، ويعرف كل معنى للكلمة. يعني ممكن الكلمة الواحدة يكون لها اكثر من معنى، فيبدأ الطالب يشتغل على حاجة زي كده. اشرح لها انا كده بصورة سريعة، يعني عندي مثلا امثله اقول لك مثلا انا ممكن اقول لك خطوات الطالب يمشي عليها، لان لو ممكن مثلا المذيع حضرنا مع اللي هو القطعه القراءه المتحرره، المذيع اللي هو المخرج ممكن يعرضنا في معه قطعه قراءه متحرره يعرضها لنا ونشرحها مع بعض. حضرتك ممكن نستاذن بس موجوده في المجله، في المجله قطعه القراءه المتحرره، مظبوط استاذ جمال، تنزل بس على الشاشه. اوكي بيجهزوها في الكنترول، اتفضل حضرتك. تمام، فهنبدا ايه نعرضها مع بعض. فتبدا الطالب اللي هو يبدا يقرا القطع، يبدا ياخد خطوات، يبدا يعرف حاجات مهمه. احنا بنقول البلاغه مثلا مش لازمه، عندك في سؤال بيجي في القراءه المتحرره اللي هو العلاقات بين الجمل. العلاقات بين الجمل قائمه على حاجه في البلاغه، الاطناب، لازم الطالب يذاكر الاطناب وبعد كده العلاقات. تمام، طب ازاي بقى بمناسبه الكلام اللي حضرتك بتقوله، ازاي الطالب يتعامل مع كل فرع من فروع اللغه العربيه؟ انا صراحه الطلبه بتاعتي وانصح لاي طالب ان كل يوم يبدا يوضع مثلا ايه ساعتين لفرع من ايه من فروع اللغه، عنده 7 ايام في الاسبوع، يعني يقسم اللغه العربيه على مدار الاسبوع كانها 7 مواد مش كماده واحده. مش ماده واحده. استاذ جمال اتفضل، ايه افضل وقت الطالب يذاكر فيه لغه عربيه؟ بعد الفجر، اللي هو يصلي الفجر كده كطالب الثانويه العامه كالمفروض، يعني اللي هو يبدا يصلي الفجر ويبدا ايه المذاكره بتاعته. جميل جدا. اللي هو الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لامتي في بكرهن، يعني في الصباح. اللي هو عندك الطالب يبدا يحسب يومه كده، اللي هو عنده 24 ساعه في اليوم، الفجر بيقدم الساعه 4 او الساعه 5 مثلا، حاليا بيقدم الساعه 4، بعد شهر يكون بيقدم الساعه 5. فالطالب لو حسبها يبدا يحسبها صح، ان هو اليوم عنده 24 ساعه واليوم بتاعه بيبدا من الساعه 12 بالليل، فيبقى عدى في يوم 5 ساعات، فقدامه 20 ساعه في اليوم يبدا ينظم نفسه ويذاكر. مثلا يضع ساعتين كل يوم للعربي، يبدا يحل كتير كفي النحو قراءه نصوص وهكذا، ويبدا يحل
ويبدأ يدرب نفسه. تمام. طيب يعني المجلة دي لما بتنزل خلال كل 15 يوم هتفضل تنزل مع الطالب لآخر السنة، يعني في آخر السنة مثلا بحضرتك هتفضل تشرح، ولا ممكن أسئلة أو امتحانات أو نظام ما الامتحان هو هيكون عامل؟ هو هنكون متابعين معهم كل التحديثات اللي الوزارة تنزلها إن شاء الله، النماذج اللي الوزارة تنزلها نبدأ ننزلها إن شاء يعني الله. هل هتوضع في المجلة دي اختبارات شهرية أو سنوية مثلا لآخر السنة بحيث إن ما الطالب هو يتدرب؟ بإذن الله هتبدأ يعني بداية من شهر 3 هنبدأ نضع لي نفس الفكرة في امتحان آخر السنة، مثلا أمثلة كالخطة بتاعتنا ننزل لهم من شهر 3 لحد شهر 6 100 امتحان. ميت امتحان إن شاء الله، فكرة الامتحان إن شاء الله مش تطلع إيه منها، في حين أنا أقول لك هتكون شاملة. هتكون شاملة. طب وبالنسبة لنص درجة التعبير اللي بتروح دي هتروح ما برضه؟ هو حاليا التعبير هيكون قائم برضو، عندك التعبير على 14 درجة في إيه النظام، فالطالب يبدأ يتدرب، ولو طبق النظام الحديث اللي هو عاوز يربط القصة بالتعبير هيكون في صعوبة، يعني أستاذ جمال، اللي هو ينقص نص درجة ديت. اتفضل. أستاذ جمال، هل الخط العربي بيخلي الطالب ينقص في العربي؟ مش لها علاقة، في طلبة اللي هو خطهم وحش وبيجيبوا 8 من 8 في العربي عادي. هو الفكرة أساسا عند المصحة إن الورقة تكون منظمة، يعني أهم حاجة الخط التنظيم. يكون واضح. بس انا عايزه ارجع لنقطه حضرتك قلت نظام ربط القصه بحاجه كده انا مش فاهماها ولا المشاهدين، فممكن توضح لنا ربط القصه يعني مثلا أمثلة عندي مثلا بس بعد المداخله؟ معلش معانا اتصال تليفوني ونرجع للسؤال. الو محمود، ايوه يا فندم حضرتك، اتفضل. كنت عايز اسال بس استاذ جمال لسكتي بس النحو لسكتي. ممكن؟ اتفضل مع حضرتك. تمام. دلوقتي انا بجيب دايما ضعيف في النحو او في اللغه العربيه عموما، فانا دلوقتي عايز مثلا يعني اقوي نفسي في النحو، اعمل خطوات ازاي او ابدا في ايه بالظبط بحيث ان انا اقدر يعني اتمكن في النحو كويس؟ تمام. الاستاذ جمال هيرد على حضرتك، وارقام استاذ جمال على الشاشه نازله على الشاشه حاليا، ممكن حضرتك تتواصل معاه. اتفضل استاذ جمال. هجاوبه ولا لا، هجاوبك؟ جاوب على السؤال الاول بعدين هو هنرجع. لو في كلية عربية في كتاب اسمه تكوين الملكة اللغوية في اللغة العربية، الكتاب ده ماسك لأي طالب في كلية لغة عربية، كلية آداب، كلية تربية، أو أي حد حابب اللي هو يتقوى في اللغة العربية، يقول له الخطوات اللي هو أنت لو مستواك ألف باء تاء في اللغة العربية الخطوات اللي تبدأ بيها. دي يا اختي. فأنا هبدأ أنصح اللي هو يقرأ هذا الكتاب، واللي عاوز يقوي نفسه في النحو يبدأ بكتاب الأجومية، بحيث اي طالب في الثانويه ممكن يبدا بالكتاب ده هيقوي نفسه ان شاء الله. بسيط. تمام. كلمه بس بسيطه كده سريعه تقولها للمشاهدين قبل الختام، تنصح طلاب الثانويه العامه بايه؟ ثالثه اللي هو ثانوي. حاجتين يعملهم، الصبر بس سريعا والاراده. معلش عشان وقت الصبر البرنامج. والاراده، يكون عنده صبر اللي هو في السنه، هو بالنسبه له سنه طويله، بس هو مش طويل ولا حاجه ان شاء الله، هو يفتكر بس السنه اللي جايه زي النهارده هيكون في الكليه. ان شاء ده الله اهم حاجه ان ان شاء شاء الله. الله. اوكي. نشكركم على حسن المتابعه والى اللقاء، وانتظرونا يوم الأحد الساعة 3 في الحلقة القادمة.